هنتقل لزميلي محمد فتح الرحمن، هنتقل له وشوفه مجهز لنا شنو ماده. مرحبا بك يا محمد. مرحبا يا رشا، السلام عليكم ورحمة الله، مشاهدينا الأحباب في كل مكان. تحايا الصحة والعافية من جديد نبعثها لكل السادة المشاهدين أينما كانوا داخل وخارج السودان. نسأل الله تعالى لنا ولكم الحماية والأمن والأمان والصحة والعافية من هذا المرض الخطير جائحة كورونا الذي اجتاح العالم والسودان ليس بمعزل حول هذه الجائحة. كورونا مرض خطير، والتعامل مع هذا المرض يحتاج إلى عقل واعي، ويحتاج إلى تدابير لازمة، يحتاج إلى جهد رصين من الجهات المختصة بالوزارة الصحة، سواء كانت الاتحادية والولائية، يحتاج إلى جهد من أولياء يعني من الأسر المختلفة، يحتاج إلى وعاية أيضا من المصابين أنفسهم بهذا المرض. والحديث حول هذا المرض حديث طويل وربما يطول شرحه. نحن في كل حلقة من حلقات هذا برنامج خليك في البيت إنه دائما بنتكلم حول قضية من قضايا هذا المرض. اليوم يمكن عايز المشاهد نضع أيدينا حول نقطة مهمة جدا. نحن بنسمع كثير جدا إنه في ضحايا لهذا المرض جائحة كورونا. الناس اللي بتوفوا ديل كيف بيتم تغسيلهم؟ كيف بيتم تكفينهم؟ كيف بيتم دفنهم؟ التعامل معهم بيتم كيف؟ إذا الشخص يتوفى بهذا المرض نسأل الله لنا ولكم الحماية، كيف نحن ممكن أهل البيئة اللي بيكفنوا منه والبيدفنوا منه؟ دي كلها أسئلة نحن إن شاء الله حنجاوب عليها من خلال هذا اللقاء. سعيد جدا من داخل وزارة الصحة بولاية الخرطوم ألتقي بالدكتور عصام أحمد علي، مستشار الطب الشرعي والسموم ونائب مدير عام هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم. مرحبا بك يا دكتور، ونسأل الله تعالى أن يحمينا جميعا. مرحبا بك أستاذ محمد، ومرحبا بمشاهديك ومستمعيك الأفاضل الأكارم الأماجد في هذا الشهر الكريم، رمضان كريم. تقبل الله الأعمال الصالحات، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله العفو والعافية ورفع هذا الابتلاء الذي أصاب كل العالم. نسأل الله ذلك، وربنا يتقبل إن شاء الله صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم. دكتور عصام، مباشرة نتحدث حول الطب العدلي ودوره في مكافحة وفي مصابي مرض كورونا. الطب العدلي هو أحد فروع الطب الهامة جدا جدا، والتي تتعامل في مجالات مختلفة. أهم ما يظهر فيها في هذه الجائحة التي اجتاحت العالم كله هو الجانب الصحي. الطب العدلي له دور كبير في الوقاية، أي في جانب الطب الوقائي، حيث إن التعامل مع جثث ضحايا كورونا يعتبر ركنا أساسيا في الوقاية لمنع انتشار هذا المرض من خلال اتباع الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع هذه الجثث، لأنه حتى الآن لم يتم التأكيد على الإطلاق أن هذه الجثث يمكن أو لا يمكن أن تؤدي إلى انتقال العدوى، وبالتالي لابد من اتخاذ احتياطات لازمة لمنع تلوث المحيطين بهذه الجثث أثناء عمليات التجهيز أو ما يشوبها من العمليات الأخرى بعد ذلك، عملية الدفن أو غيره. وعليه يجب أن يقوم بهذه العملية أشخاص يتفهمون هذه الإجراءات ويحفظون الجثة بطريقة تمنع من انتشار المرض من الميتين إلى الأحياء. نعم تمام، كلام جميل. لكن من خلال هذا السرد الواضح حول هذه الطب العدلي ودوره في التعامل مع جائحة كورونا، حنشرح بعض الأشياء. إنه كيف بتتعاملوا مع ضحايا جثث كورونا؟ أنتوا كطب عدلي بيتم التعامل كيف؟ نعم، التعامل مع ضحايا جثث كورونا هم شقين كبيرين. في ناس بيموتوا على مستوى المؤسسات الصحية، وفي ناس بيموتوا على مستوى البيوت والمناطق البعيدة خارج المؤسسات الصحية، ولكل طريقة محددة للتعامل مع هذه الجثث. نبدأ بالجثث اللي بتكون متواجدة في المؤسسات الصحية. هنالك فرق في هيئة الطب العدلي تعمل في هذه الجائحة بطريقة علمية ووفقا لمعايير وبروتوكول تم استصداره من هيئة الطب العدلي واعتماده من الإدارة العامة لوزارة الصحة ولاية الخرطوم، وفيه احتياطات لازمة يجب العمل بها. أولها لابد من التعاون مع هذه الجثث
وكل المتعاملين يرتدون وسائل الوقاية والحماية الشخصية المتمثلة في الأوفرول المانع لتسريب السوائل وطارد للسوائل، والكمامات الخاصة التي تمنع انتقال العدوى، وأغطية الرأس والعينين، نظارات أو جوجل أو قناع وجه، والأحذية الواقية والأغطية التي تليها. ثم من بعد ذلك لابد من أن تكون هنالك مطهرات الشرح التي تستخدم لدينا على مستوى المؤسسات الصحية، اللي هو هايبوكلوريد الصوديوم تركيز 1%، والذي تطهر به الجثة ومكانها وما حولها. ثم يتم إدخال الجثمان بعد تحضيره. تحضير الجثمان يتم بواسطة قفل أو الفتحات الأنف والأذن والفم بالقطن، وتغطية الجثمان تغطية جيدة، ومن بعد ربط الجثمان إذا كان هنالك تشنج أو ارتخاء في الجثة، قفل الفم وربط اليدين إلى الأمام والرجلين وهما ممدودتان، ومن ثم وضع الجثمان داخل كيس الجثث وقفله وتطهيره بالكلور من الخارج. هذا على مستوى المؤسسات الصحية. نعم، هذا على مستوى المؤسسات الصحية. لكن دكتور، سؤالي ممكن يكون إنه أنتم كيف بتتعاملوا مع الجثة المصابة؟ إحنا عايزين مثلا، هل في فتوى الآن إنه نحن ممكن الجثة المصابة دي يتم تكفينها، ممكن نغسلها بالماء والصابون زي ما يعني على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتم التكفين ويلف الرجل في 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 ثلاث والمرأة في خمس تقريبا، وبعدك ممكن يكفنوا أهله ولا يكفنوا جهة من الجهات المختصة الصحية، بعدك الدفن بيكون كيف؟ دي كلها أسئلة عايزين يعني تديني لها فور اكزامبل وتشرح علينا. إذا أنت الآن تكلمت على مستوى الصحة أو الأطباء، عايزين على مستوى واحد من المواطنين إذا أصاب بالمرض ويتوفى، أنتوا بتتعاملوا معه كيف؟ مما يتوفى ودخلتوا غرفة إنه تكفنوا طحنته إلى أن يتم لمثواه الأخير. نعم. الحديث عن الفتوى حديث طيب. في يوم 22 أبريل الماضي صدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي حول عدم غسل الميت في حالة خشية العدوى وحكم الصلاة عليه، وكانت الفتوى واضحة، حيث أن غسل الميت بكورونا يسبب ويشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، وهذه مشقة مثلها كمثل الغريق أو الحريق الذي يتعذر غسله لأن أجزاء منه يعني بتطلع في اليد أو تفقد، وبالتالي توجد هنالك خطورة كبيرة، وبالتأكيد الشريعة بتقول لا ضرر ولا ضرار، ومن هنا كانت المشقة سببا للامتناع عن غسل ميت كورونا. يبقى متوفي كورونا بالشريعة الإسلامية حسب هذه الفتوى والتي صدرت من دول أخرى مثل قطر والسعودية وغيره، لا يجوز غسل هذا الميت على الإطلاق. الفكرة الأساسية في التعامل مع جثث ضحايا كورونا تقليل الملامسة والتواجد مع هذه الجثث لمنع انتشار العدوى، وبالتالي الغسل عملية فيها نوع من الملامسة لهذا الجثمان، وفي تعامل مع الماء وقطرات الماء يمكن أن تحمل هذا الفيروس وتنقله إلى الأحياء، وبالتالي كانت فتوى عدم الجواز بالغسل. كما لا يجوز أيضا عندنا حسب البروتوكول نحن لا يتم تشريح أي جثة مصابة بكورونا، ولا يتم تحنيطها، أقصد بالتحنيط تجهيز الجثمان بالفورمالين لأغراض السفر خارج السودان، لأنه لا توجد إمكانيات عندنا في السودان ولا توجد أجهزة تساعد على غسل الميت أو تشريحه أو تحنيطه، ليست لدينا إمكانيات. إذا كانت هنالك إمكانيات في بعض البلدان يمكن أن يتم ذلك، ولكن المشقة التي تحدث والخطورة التي تحدث من ذلك جعلت من هذه العملية عملية ممنوعة بالشريعة وبالعلم حسب الإمكانيات المتاحة. دكتور عصام، الحديث حول هذا الموضوع ربما يكون طويل جدا، ونحن إن شاء الله حنخصص حلقة أخرى عشان نتحدث حول الموضوع، لكن أنا عايز أقول في ختام هذه المحطة إنه نحن كمجتمع سوداني محافظ على عاداته وتقاليده وعلى هيبته وعلى محبته للناس، الناس بتتداخل مع بعضها، بيكون في نوع من الترابط. الآن إذا شفت يعني مريض والآن يحمل
على الأكتاف ويسحبون به للمغابر، تلقى إنه كل المواطنين السودانيين يتهافتوا من أجل الأجر، ودي محبة موجودة فينا. هل واجهتكم مشاكل من ذوي المرحوم الذين توفوا بهذا المرض، إنه يتم تكفينه من غير حبيب يقف معه، من غير أقرب الأقربين يقف معه ويخدهم في الغبر ويودعهم إلى مثواهم الأخير؟ هل واجهتكم مشاكل زي دي، وكيف قدرتوا تتعاملوا معه؟ كيف كانت توعية على مستوى الأسر إنه ضغط الله وغدره والناس تتقبل هذه المصيبة؟ بالتأكيد هنالك عديد من المشكلات، وكل يوم تتجدد هذه المشكلة في عدم الرضا من ذوي المتوفين، في عدم غسل الميت وعدم تكفينه وعدم الذهاب إلى المقبرة بأعداد كبيرة والصلاة عليه. الناس بيعتقدوا إنه الزول اللي بيموت وما يعملوا له الحاجات دي هو شقي. أبدا، الشريعة أكدت أن غسل الميت مندوب، يثاب فاعله ولا يثم تاركه، والضرورة هنا تحتم عدم هذا القسل. وبالتالي يتم التواصل بواسطة الفرق التي تعمل معنا، وأحييهم من هنا جميعا، يعني أفرادا ومسؤولين فيها يقومون بالتواصل الجيد مع أسر المتوفين، ويشرحون لهم أن هذا الأمر ليس له علاقة بالسعادة أو الشقاء. نحن في حالة خاصة من طاعون ضرب هذا العصر، فلا بد أن نحمي حياة الناس، وحياة الناس أولى من القسل وأولى من التكفين وأولى من الذهاب إلى المقبرة. رسالتي الأخيرة أقولها لذوي المتوفين ولكل الإخوة والزملاء والشعب السوداني: المتوفي المشتبه في إصابته بفيروس كورونا أو المؤكد إصابته يجب عدم تواجد أشخاص كثر معه. الناس اللي مفترض يحضروه ما يتعدوا 4 أنفار بأي حال من الأحوال، ولا بد من تغطية الأنف والفم وبأي وسيلة ممكنة، إن وجدت الكمامات أهلا وسهلا، وتغطية المتوفي وقفل فتحتي الأنف والأذنين لمنع تسرب السوائل الناقلة لهذا المرض، وعدم غسل الميت بالطريقة المعهودة. واجتهادا منا قدرنا أن يأخذ الشخص قطرات في أصبعه، 3 قطرات تطلق على هذا الجسمان، ويلف بكيس لمنع تسرب السوائل من فتحتي الأنف والفم والأذنين أو من الفتحات الأخرى، يلف بكيس، ويمكن من بعد ذلك أن يكفن، ويفضل أن يكون الكفن للرجل المرأة 3 قطع، يعني ما تكون مرأة ما تكون 5 قطع المعروفة في الإزار والرداء، لأنه هذه المسألة تزيد من زمن التعرض للإصابة والملامسة. ويمكن أن توضع قطرات من العطور إن وجدت على هذا الكفن إن وجد، وإن لم يوجد الكفن ولم توجد العطور وفي ذلك توجد مشقة كبيرة يا إخواننا، ونحن النازل مرات بيموتوا الساعة 1 و2 و3 و4 صباحا والبلد في حالة حظر، فما بيقدروا يعملوا الحاجات دي. يقوم الفريق بتجهيز المتوفي وهو شهيد كما نعلم جميعا، يعني المطعون ده من أول الشهداء الذين وردوا في الحديث، وبالتالي يقوم بتجهيزه وتطهيره بهذه المادة، مادة الكلور، ووضعه داخل كيس الجسس، ومن بعد يطهر هذا الكيس، ويمكن هذا الكيس والجثة بداخله أن ينقل بواسطة الفريق المختص أو بواسطة الإزعاف أو بواسطة أي شخص من الأشخاص الثاني، لكن يفضل أن لا يتعدى العدد 4 أشخاص، ينقل إلى المقبرة، ويفضل أن يكون القبر محفور حوالي مسافة 1.5 متر، وأن لا يحضر إلى المقابر عدد كبير، وأن لا تكون الصلاة بأعداد كبيرة، يجب أن لا تتعدى 10 أشخاص بالكثير، ولو كانت أقل يفضل ذلك، ومن ثم يستر هذا الجثمان ولا يكون هنالك تجمع للعزاء من بعد الدفن حتى لا يكون هنالك مزيدا من انتشار. دكتور عصام، الحديث هو ما انتهى، يعني انتهت المحطة فقط، لكن في حديث آخر حنتحدث عنه، إنه بعد الدفن وإجراءات الدفن بيتم كيف، وبعد ذلك إنه كيف الفراش بيتم، هل في فراش ولا ما فراش، ده كله حيتحدث عنه في حلقة غدا إن شاء الله. نوعد السادة المشاهدين، شكرا لك دكتور عصام أحمد علي، مستشار الطب الشرعي والسموم، ونائب مدير عام هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا بإذن الله. اللهم آمين. شكرا جزيلا سادة المشاهدين في كل مكان. دي واحدة من الحياة اللي بتخلي الإنسان يكون حزين جدا لفراق أحبابه. هنا عشان نتجنب كل هذه الأشياء، وعشان حبيبك وعزيزك والزول العزيز عليك داخل قلبك، سواء كان من أقرب الأقربين لك أو أسرتك الممتدة، عشان لما يتوفى ما يعني ما تحرم من أجر التشيع وأجر التكفين وأجر الدفن، إن خليك في البيت، لأنه نحن كمجتمع مترابط عندنا المحبة دي أكتر منا ما في. وأكتر حاجة أنا تعجبني في هذا الموضوع، إنه الإنسان يتقبل هذه المصيبة، يتقبل هذا الصبر بصبر كبير،
إنه دي ما نهاية الدنيا أو دي ما نهاية الإنسان، هل هو سعيد أم شقي ولا يعلم ذلك إلا الله، لكن هو نحسب عند الله شهيد المتوفي بهذا المرض. حديث آخر حيكون حول هذا الموضوع للطب العدلي، حيكون إن شاء الله في حلقة غدا إن شاء الله. أنا في ختام هذه المحطة وصلتني رسائل كثيرة، أنا عايز أرسل رسالة وأنا أجبرت إني أتحدث عنها، رسالة وتحية للجنة التسييرية للنقابة المركزية لسائقي النقل البري في السودان قطاع الشاحنات واللواري، ديل عندهم دور واضح يا جماعة، من خلال هذا الحظر بيقدموا المساعدات الإنسانية، بيحملوا المعونات من الولايات داخل العاصمة وخارج العاصمة، كان عندهم دور واضح. نتمنى لهم التحية والتقدير لسائقي وللجنة المركزية، ربنا إن شاء الله يجعل في ميزان حسناتكم ورمضان كريم. أعود من جديد إلى زميل رشا لمواصلة هذا البرنامج، شكرا جزيلا. شكرا محمد فتح الرحمن، وشكرا أيضا لضيفك دكتور عصام.